بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل العظيم لصلاة المقنطرين في ليلة الجمعة. يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، لذلك روي عن عبد الله بن عمر أنه من مات يوم الجمعة جرى عليه القلم، أو جرى عليه عمله إلى يوم القيامة، يعني عمله يفضل شغال لغاية يوم القيامة، وجاء يوم القيامة مع الشهداء. لذلك روى الإمام المتقي الهندي حسام الدين المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، والإمام الدارمي من حديث أنس بن مالك: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحة في يوم الجمعة أفضل من ألف من أفضل أفضل من ألف تسبيحة، وركعتان في يوم الجمعة أفضل من ألف ركعة. ده معناه إيه؟ معناه أنت أي عمل بتعمله في يوم الجمعة يتضاعف ثوابه ألف ضعف، أكتر من ألف ضعف. طب تعالوا نشوف ثواب صلاة الفجر، وروي أيضا: ليس أحب إلى الله من صلاة من ليس أحب إلى الله في الصلوات من صلاة في من صلاة الفجر في جماعة في يوم الجمعة. تعالوا نشوف صلاة الفجر في الايام العاديه صعبه قد ايه، وفي يوم الجمعه صعبه قد ايه. ما اظنش ان انسان هيسمع الكلام ده هيسيب صلاه الفجر يوم واحد في الجامع الا بعذر قهري، خصوصا يوم الجمعه. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، هذا الحديث رواه ابن خزيمه في صحيحه: من قام في ليله بعشر ايات لم يكتب عند الله من الغافلين، ومن قام في 100 ايه كتب من القانتين، ومن قام بألف ايه كتب من المقنطرين. يعني بيقوم بألف آية، وفي رواية تانية: من قام بألف آية إلى 500 آية كتب له قنطار من الأجر. إيه هو القنطار؟ سأل معاذ بن جبل في الحديث الصحيح: ما هو القنطار يا رسول الله؟ قال: القنطار 1200 أقية، والأقية خير مما طلعت عليه الشمس، وخير مما بين السماء والأرض. العلماء ما قالوا إيه معناها إيه؟ قالوا معناها الأقية دي فلوس. قالوا معناها لو واحد عنده قطعة أرض وباعها وتصدق بثمنها، قطعة أرض مساحتها قد الكرة الأرضية كلها، وباعها وتصدق بثمنها أو جعلها وقف لله، دي بتساوي دي الأقية الواحدة أفضل منها عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني معناها لو أنت عندك قطعة أرض جعلتها وقف لله سبحانه وتعالى، فدي ما تسويش أقية واحدة. طب اللي عنده قطعة أرض وجعلها وقف لله سبحانه وتعالى، لازم ربنا سبحانه وتعالى يعوضه بمساحة زيها أو أكتر منها بكتير في الجنة. طيب ده القنطار بيساوي 1000 و1000 1200 أقية، مش أقية واحدة، يعني أدي مساحة الكرة الأرضية كلها 1200 مرة. مساحة الكرة الأرضية كلها نصف مليار و66 مليون كيلومتر مربع. اضرب الكلام ده في 1200 يعملهم حوالي 600 أو 700 مليار كيلومتر مربع، ده ثواب القنطار الواحد. يعني أنت لو صليت بـ1000 آية أو بـ500 آية في ليلة، ودي ما بتاخدش ساعة أو ساعتين، بتاخد ربنا يزيد ميراثك في الجنة حوالي 600 مليار كيلومتر مربع بلا مبالغة. طب ما صلاة الفجر صوابها ازاي؟ روي عن عثمان بن عفان في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الرسول ما قالش الليل بس، قال كله. طب انت في ساعتين بتقرا 1000 آية، امال لو وقفت على رجليك زي ما كان زي ما سيدنا عثمان بن عفان كان بيعمل، ويصلي في ركعة الوتر الواحدة بس بيقرأ القرآن كله من الأول لآخره، والحديث صححه الإمام السائب، تاخد قد إيه؟ في زماننا إحنا لو واحد واقف على رجليه طول الليل ما نامش هيقرأ مثلا 10 أجزاء أو نص القرآن، يعني نقول 3000 آية، يعني 3 قناطير، يعني حوالي يضرب يبقى إذا بيضرب الكلام ده يبقى 1500 أو 2000 مليار كيلومتر مربع زيادة في ميراثك في الجنة لما بتصلي الفجر في الجامع في الايام العاديه. ده غير غير النور العظيم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام، وفي روايه من النور العظيم يوم القيامه. بشرين في الظلم يعني الناس اللي تمشي للمساجد في صلاه الفجر وصلاه العشاء في الايام العاديه. صواب اي عمل صالح بيتضرب في 1000 اكتر من 1000 يوم الجمعه. فاذا كان صلاه الفجر بتزود ميراثك في الجنه في الايام العاديه 2000 مليار كيلومتر مربع، اضرب الكلام ده في اكتر من 1000 يبقى 1000 2000 مليار، يعني 1000 1000 يعني مليون، يعني 1000 1000 2000 مليار، 1000 1000 يعني مليون، يعني 2 مليون مليار كيلومتر مربع بلا مبالغه. ده ثواب صلاه الفجر في جماعه في يوم الجمعه اللي بيضيعها اكتر الناس، لا حول ولا قوه الا بالله. ف يا ريت كل اللي بيسمعني دلوقتي يواظب على صلاه الفجر في جماعه، ويواظب على صلاه المقنطرين. صلاة المقنطرين لو انت صليت في الليل، لو انت صليت بالليل بقريت قرأت سورة الإخلاص 250 مرة، وزعتها على 4 ركعات، يعني تقرأ بعد الفاتحة
تقرا الفتحه وتقرا سوره الاخلاص مثلا 60 مره في 4 مرات، يبقى كده 240 مره والفتحه، يبقى انت كده قريت 1000 ايه. طب ده هل ده جائز؟ ده جائز ومستحب. الحديث صححه الامام الالباني: من قرأ قل هو الله احد 100 مره 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصر في الجنه، ومن قرأها 20 مره بنى الله له قصرين، ومن قرأها 30 مره بنى الله 3 قصور. قال: اذا نكسر رسول الله؟ قال: الله اكثر واطيب. والحديث يحتمل داخل الصلاه وخارج الصلاه. يؤكد هذا الحديث حديث الامام البخاري، وحديث صحيح، ان في صحابي عدى على صحابي سمعوا في البيت بيقرا بصوت الاخلاص طول الليل وهو بيصلي، فكانه استقلها. فلما قال للرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده انها لا تعادل ثلث القران. الرسول اقر هذا صحابي. يبقى انت لو قريت ب 1000 ايه بالليل في سوره الاخلاص بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي، هيتكتب لك قنطار يضرب في 1000، وهيتكتب لك اكثر منه بكتير لو صليت الفجر في جماعه، اكثر منه بكتير. يبقى هتزيد ميراثك ملايين المليارات من الاميال كل في يوم الجمعه بصلاه المقنطرين بالليل وبصلاه الفجر في جماعه الصبح. كل قولي هذا، استغفر الله.